وفي محافظة صعدة قامت السلطة المحلية وبحضور قائد محور صعدة بزيارة ميدانية للنقاط الأمنية وللحزام الأمني للمحافظة في إطار الزيارات العادية وللتأكيد على تماسك الجبهة الداخلية والصمود أمام العدوان الغاشم. في زيارة ميدانية للنقاط الأمنية والطوق الأمني لمحافظة صعدة قامت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وبحضور قائد محور صعدة قائد الشرطة العسكرية بزيارة ميدانية للنقاط الأمنية والحزام الأمني للمحافظة. تأتي هذه الزيارة العيدية للتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة والاستمرار في وحدة الجبهة الداخلية. لكم بتكاتفكم بدفاعكم بسهركم بحمايتكم الأمنية للمحافظة هذا يشد من أزر الجبهة الداخلية، ولنا اليوم تحايا ننقلها عبركم إلى كل إخوانكم المرابطين في جبهات الحدود، في جبهات العز، في جبهات الشرف، في جبهات الكرامة. هذه الزيارة العيدية تعد تضافرا للجهود ولدعم الجبهة الداخلية بالكلمة والموقف والحضور، والتي تعد هذه النقاط حزاما أمنيا للمحافظة والتي فشل العدوان في محاولة اختراقها. بفضل جهودكم وجهود زملائكم أنه لم يستطع أن يتقدم لا في الجبهة الحدودية في موارع الحدود ولا أن يخترق الجبهة الداخلية بداخل المحافظة. أنتم رمز لكل المحافظات وعشتم وعاش الوطن في عزة وكرامة. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر لليمن. معنويات عالية تجدها في كل النقاط وفي كل موقع من المواقع الأمنية في المحافظة، والتي تعد حصنا وعينا ساهرة على أمن وسلامة المحافظة من كل مخططات العدوان، فها هي صامدة اليوم على الرغم من استمرار تعرضها للقصف. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.